الأمريكية التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة أمس لا يكون بتقويم الضربة في حد ذاتها، وإنما بدلالاتها كما تفضلتم وبتداعياتها. الضربة محدودة جدا جدا، الضربة أشبه بعملية انتقائية جراحية، هي رسالة أكثر منها ضربة، رسالة يؤكد من خلالها الرئيس ترامب بأن السياسة الأمريكية حول العالم قد تغيرت، وأن في الرأي في البيت الأبيض الأمريكي اليوم رئيس يمتلك الإحساس ولا تغمره البلادة كما كان شأن الرئيس أوباما، رئيس ينظر في العالم فيتأثر بمشهد أطفال يقتلون يختنقون بين يديه. رسالة ترامب لم تكن فقط في سوريا لبشار الأسد، ولم تكن فقط لبوتين، وإنما كما قال لجميع دول العالم، وهو يعني هناك لهم خصوم وأعداء كثيرون. الفهم الذي فهم عن الرئيس ترامب بأنه رئيس أمريكا أولا والذي وضع في أطر خاطئة، جاء الرئيس ترامب اليوم ليصححه عبر هذه الرسالة بأن أمريكا أولا داخليا تعني أن تبقى أمريكا أولا خارجيا، وبالتالي فهذه الرسالة الآن الذي ينتظر منها ما هي ردود الفعل العملية عليها. نحن لا نريد أن ننظر إلى التصريحات الإعلامية، الإعلام لا يعني كثيرا في السياسة. الضربة تمت بالتنسيق مع الروس وبإعلام الروس مسبقا أن الأمريكيين سيضربون، لم يستشار الروس. هناك فرق بين الإعلام وبين الاستشارة. الأمريكي أعلم الروسي بأنه سيضرب وأحدد زمنا ومدة، ولكي يعني كما قلتم في التقرير لم يصب أحد من الروس لأنه كان هناك تنسيق، ولكن كانت الرأي أو الإرادة الأمريكية هي الأعلى. اليوم كيف سيتصرف الروس؟ نحن نسمع ما زلنا جعجعة روسية في الفضاء الإعلامي، ولكن في واقع الأمر هذه الضربة سيكون لها ما بعدها على كل المستويات، حتى عند الرئيس ترامب. نحن لا نستطيع أن نراهن كثيرا على الرئيس ترامب، لا ندري إلى أي مدى سوف يتابع بنفس النهج، النهج الذي يقول لا لجرائم الحرب في هذا العالم. جميل. محمد قواص الكاتب والمحلل السياسي هنا يقول أن ترامب تأثر برؤية هؤلاء الأطفال يموتون في خان شيخون، هل تصدقون هذه الرواية؟ يعني أنا أنصح عدم يعني عدم الخوض في عدم في مسألة التصديق أو عدم التصديق. نحن علينا أن نقرأ ما حصل. هناك موقف أمريكي تبدل. أنا قراءتي أن التبدل لم يكن سببه فقط ما حصل في خان شيخون، هناك تبدل في أسلوب إدارة الولايات المتحدة. حصل تبدل في مجلس الأمن القومي كما هو معروف، أخرج المستشار الأساسي في البيت الأبيض، هو مستشار عنصري يميني متطرف شعبوي كان يقود كل الحملات العنصرية في هذا الشأن، أخرج من هذا المجلس الأمن القومي، وبدأت المؤسسات الأمنية والعسكرية تأخذ حيزا أكبر في القرار الأمريكي. أعتقد أن الانقلاب الذي حصل خلال 24 ساعة لا يمكن أن يكون بناء على مزاج الرئيس فقط، هناك تبدل في استراتيجيات وفي أولويات. وزير الخارجية الأمريكي ما زال ذاهبا إلى روسيا يوم الثلاثاء المقبل، وكان بإمكانه أن يحمل نوعين من الأوراق. النوع الأول هو الأوراق التي يعني أوحت بها مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن والناطق باسم البيت الأبيض ووزير الخارجية نفسه عندما قال أنه مصير الأسد ليس أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، كان هذا يعتبر أنها أوراق تعاون ودية مع روسيا. لكن خلال 24 ساعة حصل هذا التخير في مجلس الأمن القومي، وتبدل المزاج الأمريكي باتجاه ما حصل بعد ذلك من هذه الضربة. أنا أريد أن أشدد أن الولايات المتحدة لا تقوم بهذه الضربة كرمة لعين الشعب السوري. جرائم الحرب سواء قبل هذه الضربة أو بعد هذه الضربة مستمرة ضد هذا الشعب، وأن الولايات المتحدة ليست جمعية خيرية، هي تفتش عن مصالحها في العالم، وبالتالي هذه الضربة ستكون مؤشر على تبدل مقاربة هذه المصالح بعد ذلك. الشراكة الغياب الكامل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط سمح لهذا الحراك المتقدم لروسيا. عندما تحدث دونالد ترامب
عن فراغ أحدثه أوباما في عهده 8 سنوات من الفراغ بالشرق الأوسط، هذا يعني أنه سيملأ هذا الفراغ ولن يسمح للولايات المتحدة بأن تكون شريكا لروسيا، هي تريد أن تكون القوى الرئيسية التي تسمح أو لا تسمح للشريك الروسي. أعتقد من هنا هذا التفصيل في هذه القراءة. لا، ليست الضربة ليست بداية لحملة ضد النظام السوري، لكن هي بداية لمقاربة جديدة للولايات المتحدة في التدخل المباشر في شأن السوري هذه المرة، ليس فقط في الموضوع الذي يتعلق بداعش، لكن في موضوع الصدام والمواجهة بين المعارضة والنظام. جميل، خلينا نأخذ رأي الأستاذ مضر حماد الأسعد الذي يلتحق بنا عبر خدمة سكايب من إسطنبول، وهو رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين. بعد الترحيب بك أستاذ مضر، هناك من يقول أن 1 مليون سوري قتل في هذه الحرب، يعني 6 سنوات من الدمار، وأكثر من 5 ملايين سوري هجروا من بلادهم، والتحول في السياسة الخارجية الأمريكية في 24 ساعة ربما تطرح الكثير من الأسئلة. ما هي قراءتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن هذه الضربة، الضربة الأمريكية لمطار الشعيرات، ما هي إلا ضمن سياسة الإلهاء من خلال تبييع جريمة الكيماوي بالضخ الإعلامي الذي يضخم ضربة ترامب الاستعراضية لهدف عسكري صغير جدا، بل هي استخفاف في عقول الشعب السوري وعقول العالم، لأن أمريكا هي قد أبلغت روسيا في زمان ومكان الضربة، وبذلك روسيا أبلغت النظام السوري عن مكان وزمان الضربة، فتم إفراغ مطار شعيرات بشكل كامل، فلم تبق فيه إلا بعض الأفراد وكذلك بعض الخردة. لذلك هذه الضربة جاءت محدودة جدا جدا، على مبدأ تمخض الجبل فولد هذه الضربة الصغيرة جدا، والتي لم تؤثر على النظام السوري، على العكس هي قوته، هي جعلت من النظام السوري على أنه يتعرض إلى مؤامرة كونية، هي جعلت من النظام السوري المجرم على أنه هو في مقدمة الصمود والتصدي، وأنه هو من يحارب الإرهاب ويحارب العالم، وبذلك نكون قد خسرنا إعلاميا وسياسيا، وخسرنا على أرض الواقع، وكذلك نكون قد خسرنا الذين تعرضوا إلى الخنق والقتل في خان شيخون وفي إدلب. إذن ما هي تداعيات هذه الضربة في نظركم؟ لا شك بأن تداعيات هذه الضربة، أولا سياسيا هناك بعض المكاسب السياسية المحدودة جدا لأميركا، على أن أميركا ترامب هي غير أميركا أوباما، ولكن على صعيد النظام السوري فهي قد قوته جدا، فهو بعد ضربه في خان شيخون ب4 أو 5 ساعات قام بضرب حي القابون بغاز الكلور، وهذا يدل على ان النظام السوري لن تردعه هذه الضربات المحدوده، النظام السوري لن يلتزم بقرارات الامم المتحده ومجلس الامن، النظام السوري لن يلتزم باي قرار وباي شيء، لذلك لا يمكن وقف النظام السوري عند حد من خلال ضربه مباشره، ضرب القصر الجمهوري، ضرب وزاره الدفاع، ضرب المخابرات العسكريه. جميل، ابقى معي أستاذ مضر حماد الأسعد، الصوت يصلنا برداءة. أعود إليك أستاذ زهير سالم، ربما هذه الضربات كما يقول البعض جاءت بعد تقرير أو تصريحات وزير أو رئيس الوزراء الإسرائيلي حين أكد أن ضربات خان شيخون 100% من نظام الأسد، والنظام الأسد والروس يقولون أن بشار لا يمتلك هذه الأسلحة الكيماوية بما أنها سحبت منه. الآن ربما فيه يعني علاقة مباشرة بين ربما التواطؤ الأمريكي الإسرائيلي في ضرب العدو الحقيقي وهو سوريا والمنطقة بصفة عامة. يعني الإغراق في التحليلات الحالمة أو حسب نظرية المؤامرة، كون بشار الأسد لا يملك السلاح الكيماوي كما زعم الروس وأن هذا المستودع هو مستودع تابع للمعارضة، هذه الحقائق كلها يعني يمكن تفنيدها بأبسط الوسائل
بشار الأسد عندما زعم بأنه سلم الكيماوي، وهذا قلناه كثيرا، لم يقم أحد أي جهة في العالم بالتفتيش للبحث عن مصداقيته. كلنا نتذكر كم قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش وراء صدام حسين، حتى دخلوا غرف نومه يبحثون عن السلاح النووي المزعوم، ولكن وراء بشار الأسد لم يفتش أحد. لذلك ترسانت بشار الأسد من سلاح الكيماوي، سلم جزء منها نعم وتفادى ما كان ما كان أن بشار الأسد ديكتاتوري وقاتل ومجرم. لا يختلفون. لا تقول لي لا يختلف اثنان. هناك روسيا تدافع عن مجرم حرب، لكن أمريكا إيران تدافع عن مجرم حرب، شعوب عربية أو منظمات عربية ونخب عربية تدافع عن مجرم حرب. هذه قضية الاختباء وراء إسرائيل. يعني سؤالك عن مدى مثلا تأثر ترامب بمشهد الأطفال. مشهد الأطفال وهم يموتون يبكي الحجر. يعني لماذا نحن نفترض أن ترامب أو غير ترامب يعني أشد قسوة من الحجر؟ لماذا يتأثر ترامب بموت الأطفال بالكيماوي ولا يتأثر بموتهم تحت جميل هناك معادلات دولية. أنا لا أقول بأن ما فعله ترامب هو الذي يريده السوريون ولا هو الذي يتطلعون إليه. ما فعله ترامب هو تحول في موقف سياسي قد يكون وراء حزمة من الأسباب، وليس فقط المشهد الذي جرى في جريمة الحرب التي كانت يوم الثلاثاء الماضي، ولكن يجب أيضا أن نضع الأمور في نصابها. هذه الجريمة ارتكبها بشار الأسد غرورا عندما سمع من ترامب ومن سياسييه بأنه أصبح جزء من المشهد. عندما رأى الاسترخاء في مؤتمر القمة العربي ووجد القادة العرب في مجملهم قد تراموا للاعتراف ورفعوا علمه في مجلس القمة ووضعوا له كأس الشراب على الطاولة، كل هذه الأمور جعلته يظن أنه عاد سبع الليل وأنه يستطيع أن يقوم بما يريد متآمرا مع الروس. وأنا أريد أن أقول ليس مجرم الحرب اليوم بشار الأسد وحده، مجرم الحرب بشار ومجرم الحرب أيضا بوتين وخامنئي وكل الذين يدافعون عن الجريمة التي وقعت. التحقيقات الدولية قبل هذه الحادثة التي جرت في خان شيخون، عندنا عشرات التحقيقات الدولية التي تقول بأن الذي يستخدم الكيماوي على الأرض السورية، هذه لجان دولية، لجان تحقيق أممية مكلفة من جانب الأمم المتحدة، هو بشار الأسد استخدم الكلور واستخدم السارين، وهو في هذه المرة عاود لأن من أمن العقوبة كما يقولون أساء الأدب. المشهد هو في هذه الصيغة. الآن هل ما فعله ترامب يعني هو خطوة في الاتجاه الصحيح المطلق التي يمكن أن تنهي المأساة السورية؟ لا أحد يقول هذا. نحن نقول هي خطوة ذات دلالة، خطوة مؤشرة يمكن أن ينبني عليها ما بعدها بشكل من الأشكال، قد يرضينا وقد لا يرضينا. أنا يعني لا أقبل في مقدمتكم أن الشعب السوري صحيح هو مستضعف من حيث مدنيون سوريون، ولكن الشعب السوري ما زال يملك أوراقه وما زال يقاوم وما يزال صامدا. فنحن في مشهد من الحرب، ما فعله ترامب لا يجوز أن ينظر إليه أيضا من إطار المؤامرة الكونية ودور إسرائيل. إسرائيل يعني هي لو استطاعت أن تحمي بشار الأسد لحمته بكل الوسائل، وهي التي كانت تحميه خلال الفترة السابقة. لكن هناك مشهد دولي جديد الآن نتيجة حزمة من العوامل، نحن علينا أن نواجهه وأن نحاول كسوريين أن نستفيد منه وأن ندفع لتوظيفه في صالح قضيتنا، وأن لا نكون عدميين نرفض أي شيء يحدث ولو كان يمكن أن يؤدي في لحظة من اللحظات لمصلحة الشعب السوري. أستاذ محمد قباص، لسنا عدميين ولسنا من نظرية المؤامرة، لكن هناك حقائق موجودة في الميدان. الطائرات الإسرائيلية ضربت من نفس القاعدة الجوية، وربما تريد إسرائيل كسر شوكة النظام السوري بتحريض ترامب ضد الأسد. ما رأيكم؟ يعني بعد ست سنوات من الدمار يستفيق ترامب فجأة ويقول لقد أغواني منظر أو المشهد في خان شيخان. يعني أنا لا أرى أنه يجب أن نضيع وقت كثير لتفسير لماذا فعل الأمريكيون ذلك، وأن هذا يعني
نستسلم لقراءته بصفته مؤامرة على سوريا التي تعيش ما تعيشه منذ 6 سنوات. يعني منذ 6 سنوات نعتبر أن كل ما حصل ضد هذا الشعب السوري ليس مؤامرة، وأنه مجرد أن يتدخل طائرات أو صواريخ أمريكية فنصبح يعني نفتش عن تفسير لهذا الأمر. زائد أنه نحن أيضا بشكل عام كعرب نتعامل مع الولايات المتحدة بصفتها واحد، يعني لا فرق بين إدارة وأخرى، لا فرق بين وزير خارجية وآخر، ولا فرق بين رئيس وآخر. وعندما تصمت الإدارة الأمريكية إبان فترة 8 سنوات من عهد أوباما نقول أنها مؤامرة أمريكية لصالح النظام. وعندما تدخل هذه الإدارة تدخل من خلال هذه من 59 صاروخ، يعني ليس أكثر من ذلك، على قاعدة معينة وليس على مركز القيادة الرئيسية السياسية للنظام السوري، فيمكن أن نقول أنها مؤامرة. لكن على كل حال حتى إيران وحتى يعني تيار الممانعة القريب من النظام السوري لم يتحدث عن هذا الموضوع بصفته مؤامرة، ولا يعتبر أن هناك شيء من هذا القبيل. هو يعتبر أن هناك تبدل في المزاج الأمريكي وأنه هم يتركون لروسيا أن يتصرفوا بهذا الشكل. أنا استمعت بالأمس إلى أحد المتحدثين الإيرانيين الذي يقول أن هذا عدوان على تيار الممانعة الذي ينتمي إليه نظام السوري وإيران وروسيا. هم حشروا روسيا في تيار الممانعة علما أن روسيا تتمتع بعلاقات متينة جدا مع إسرائيل، وأن الرئيس بوتين لم يذهب إلى مغامرته العسكرية في سوريا إلا بعد التنسيق مع إسرائيل، وأن إسرائيل استطاعت ضرب عدة أهداف في عدة مراحل من الزمن تحت سقف ومراقبة وتنسيق كامل من المنظومة الجوية الروسية. وحتى يعني بالأمس أعتقد من 24 ساعة كان في اتصال بين بوتين وبين وبين نتنياهو، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل الرئيس الروسي تحدث عن إمكانية الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. فليصمت أصحاب من يقول أن روسيا هي جزء من هذا المحور. أنا أريد أن أركز على نقطة واحدة، لا يمكن أبدا أن نقول أن عدم تدخل الولايات المتحدة يساوي تدخل الولايات المتحدة. التدخل الذي حصل حاليا هو موقف آني لكن يبنى عليه. حاليا عندما سيذهب، يعني اليوم ألغى وزير الخارجية البريطاني زيارة إلى موسكو، بالأمس كل ما يسمى بالعالم الحر بين مزدوجين من أستراليا إلى كندا إلى كل دول الاتحاد الأوروبي غير الدول العربية إلى آخره كانت مؤيدة لهذه الضربة. الرئيس وزير الخارجية الروسي تحدث بالأمس عن أن هذا العدوان يذكرنا بكيف تصرفت الولايات المتحدة في غزو العراق عام 2003، بمعنى أو بآخر أن موسكو تعلن لنا جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت لتكون زعيمة لما كان يسمى بالعالم الحر، ونحن نسينا أساسا أنه كان في عالم حر، وعادت لتذكرنا أن الولايات المتحدة بإمكانها تجاوز مجلس الأمن وبإمكانها أن تقوم بحشد تحالف متعدد الجنسيات خارج هذا. هل ستقبل روسيا بهذا الموقف؟ تقبل أو لا تقبل، على الأول شيء روسيا تتصرفت خلال 6 سنوات الأخيرة بناء على قاعدة وحيدة هو الغياب الأمريكي. اليوم روسيا تستفيق على شيء جديد، تعيد اكتشاف أن الولايات المتحدة ما زالت حاضرة، وعلى فكرة هي حاضرة جدا. اليوم عندما يكون هناك قوات برية موجودة في سوريا وموجودة في العراق طبعا، وهناك يعني منظومة بحرية جوية تراقب كل هذا الشيء، هذا كله يحتاج إلى منظومة سياسية أخرى. رأينا اجتماعات محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ثم بعد ذلك الرئيس المصري والرئيس الأردني والرئيس الفلسطيني، وكلام جديد عن تشكلات داخل هذه المنطقة وعن موقف واحد. هناك إجماع في الولايات المتحدة، هناك خلافات كثيرة في الولايات المتحدة، لكن هناك إجماع على ضرب النفوذ الإيراني في المنطقة، وبالتالي هذا الإجماع يبنى عليه لتشكيل تحالفات إقليمية ودولية تتطلب من واشنطن موقفا آخر في سوريا. جميل. أستاذ مضر حماد الأسعد، متى يمكن أن نسمي هذا التحول في السياسة الأمريكية إيجابية، بما أنه الآن هو موقف آني ممكن أن يبنى عليه كما قال الأستاذ محمد قواص، متى نسميه إيجابيا؟ تحقيق 4 شروط
يسعى إليها الشعب السوري. أولا الحظر الجوي، فرض حظر جوي على النظام السوري وعلى الدول المساندة له، كذلك إخراج العصابات الإرهابية ومنها حزب الله والحرس الثوري الإيرانية والتحزبيات والأفغان وغيرها من العصابات التي تؤيد النظام السوري، كذلك وقف دعم ميليشيا ومرتزقة جيش سوريا الديمقراطية، والأهم هو تسليح الجيش الحر والسماح لدول العالم بتسليح الجيش الحر وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والعسكرية إلى الشعب السوري من أجل الدفاع عن نفسه ضد النظام السوري والاحتلال الروسي الإيراني وحزب الله والبيهقي وغيرها من العصابات المؤيدة للنظام السوري. عندما يتم تحقيق هذه الأمور فنحن نقول بأن هناك إيجابية جدا من قبل القرار الأمريكي ومن قبل السياسة الأمريكية، وغير ذلك فيكون الأمريكان هم يحاولون تمييع الأمور في سوريا، وما زال على عهدهم عام 2011 وحتى اليوم هم يرفضون رفضا قاطعا تسليح النظام السوري، هم يرفضون رفضا قاطعا تسليح الجيش الحر، وبالتالي لا يمكن أي شيء إيجابي ما لم تتحقق هذه الشروط أربعة، وهي ممكنة وممكنة جدا من قبل المجتمع الدولي وأمريكا. جميل، ابقى معي أستاذ مضر محمد الأسعد، ما رأيك أستاذ الفاضل؟ يعني نحن الآن لسنا في صدد تقويم الموقف الأمريكي، نحن نقوم خطوة أمريكية محدودة. أما أن نقوم الموقف الأمريكي من الثورة السورية ونقول يعني سيكون الأمريكيون حلفاؤنا أو حلفاءنا عندما سيأخذون نفس الموقف الروسي الذي يأخذه الروس من بشار الأسد، يعني نحن لسنا في هذا، نحن نقوم، نحن عن تحالف إن في حالة ما إذا اسمح لي اسمح لي. أنا أوافق ما يقول هذه الرغبات اللي تحدث عنها الأخ، يعني احنا لسنا ضدها، كلنا نريد، ولكن نحن الآن نقوم ضربة محدودة، نقول هي محدودة في حجمها التكتيكي الاستراتيجي، يمكن أن يكون لها ما بعدها في الفضاء السياسي والفضاء الاستراتيجي في على صعيد العلاقات الأمريكية الروسية الأمريكية الإيرانية. بعدها أما حتى الآن صريح لأمريكا مباشرة. أما إذا كان يعني العبارة أن نقول إنه موقف ترامب هو موقف أوباما، يعني كأننا لا نريد أن نقرأ المؤشر. أمامنا مؤشر يهتز. ما هو المؤشر؟ المؤشر يهتز أن ترامب غير أوباما، أن ترامب عندما ولم يقل ترامب لم يعلن خط أحمر، ورغم ذلك قال عندما رأى مشهد الأطفال وهو هكذا زعم، لا أريد أن أدخل أيضا إلى نيته، تصرف تصرفا مختلفا. فنحن أمام قراءة مؤشر، قراءة مشهد. هذا المشهد قد يكون له تداعيات إيجابية تفيد الثورة السورية وساعة بعد ساعة ويوم، وقد ينتهي تنتهي الحفلة وينفض السامر ويكون له أيضا يعني تأثيرات سلبية. أما أن نطالب الأمريكي بأن يكون تحت أمرنا وتابع لنا وأن ينفذ لنا أجندة تابعة لنا، نحن نتمنى هذا وكلنا نحلم، الحلم ليس حجرا على البشر، ولكن أمريكا دولة عظمى لها سياساتها، لها ثوابتها، لها مخططاتها. هذه الخطوة جاءت في فضاء نحن نستطيع أو نحاول أن نحلل ما هي الإمكانات المفتوحة بعد هذه الخطوة. هذه الخطوة مفتوحة نعم على إمكانات تكون إيجابية، ولا سيما إذا كان الردود، وهذا سيتوقف على الرد الروسي على الحماقات الإيرانية على حماقات بشار الأسد، هذا كله سيعني يكون جزء من المشهد، فسيكون هناك تطور في المنطقة، هذا الذي نستطيع أن نقوله. أما أنه نحن كيف يمكن أن نقبل بحلف استراتيجي مع الأمريكي أو مع هذا الموضوع ليس مطروحا لا للحوار ولا في الفضاء، ليس لها خيار إلا التوجه إلى حلف قوي. ربما المعارضة السورية يعني هي ذهبت لاستانا وذهبت وتذهب إلى جنيف، مشكلتها معقدة. ليس لها خيار، قالوا اذهبي إلى استانا، ذهبت إلى استانا، ذهبي إلى جنيف. لا هي تنازلت عن خياراتها، مو ليس لها خيار. أنا أقول وأنا سوري ومعايش هذه الثورة، المعارضة السورية تنازلت عن خياراتها، استمعت إلى نصائح ربما لا تكون نصائح، اعتبرت نفسها مكرهة ومضطرة وهي ليست بمكرهة ولا مضطرة، وسارت في هذه الطرق التي أدت إلى الكثير من السلبيات التي نعيشها. اليوم نحن أمام متغير جديد
تضج له روسيا، تضج له إيران، يضج له بشار الأسد. كيف يمكن أن نرسل رسائل؟ وهذا أيضا من واجبنا. أنا لما تكلمت عن العدمية، يعني إذا كان إن ضرب ترامب بنقول له الله لا يعطيك العافية، وإن لم يضرب نقول له الله لا يعطيك العافية. فمعنى ذلك يعني كأننا لا نريد أن نحسن التعامل الدبلوماسي السياسي المطلوب. نحن نقول للرئيس الأمريكي ترامب، هذا الإحساس بالفاجعة مشكور. هو يقول أنه حس بالفاجعة. نحن لا نريد أن ندخل معه الآن إلى مختبر فحص المصداقية. نقول له هذا الإحساس بالفاجعة مشكور، هذا التعامل وإن كان محدودا وإن كان مجزوءا وإن كان قليلا أيضا مشكور. نحن نتطلع إلى أن يكون الدور، ونحن لا نريد أيضا نقطة يجب أن أسجلها، نحن لسنا مع أن تصبح سوريا مسرحا لكل القوى التي تريد أن تقصف وأن تضرب. هذه إرادة بشار الأسد. نحن لا نريد لا روسي ولا إيراني ولا عصابات مسلحة من كل دول العالم، ولا نريد أيضا أمريكي. نريد حل في سوريا. نحن نقول لأوباما، عفوا لترامب، القضاء على الجريمة بالتخلص من المجرم، بتخليصنا من المجرم. نريد فقط أنقذونا. الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ الدبلوماسية عندها تجربة في قناة بنما، نوريجا أظن، نعم، حملوه بعملية في ليلة واحدة، سووا إنزال بحري عليه وحملوه ووضعوه في السجن ثم سلموه إلى فرنسا. نحن نريد مثل هذه العملية، نريد، نتمنى، نريد أن نقنع ترامب بهذا. والشعب السوري بعد ذلك كفيل بالإرهابيين وكفيل بكل الذي يتخوف منه العالم على الأرض السورية. لا نريد فقط أنه نحن نكون كل ما يأتينا من الآخرين وكأننا في حالة من الرفض والإنكار لكل حدث إيجابي يمكن أن يفسر لصالحنا. جميل. أستاذ محمد قواص، هل بعيد إعادة حادثة نرويجا على بشار الأسد؟ طبعا، يعني حاليا بالقراءة الحالية طبعا الموضوع بعيد جدا. أنا أعتبر أن الولايات المتحدة حاليا أصبحت يعني باتخاذ الموقف الأخير أصبحت متورطة أكثر ومنخرطة أكثر في مستقبل الموضوع السوري. أولا الأستاذ زهير طبعا سوري، وسوريا مهمة جدا بالنسبة إليه، لكن خلال 6 سنوات الأخيرة اكتشفنا أن سوريا دولة ليست مهمة لهذا العالم. الأهمية الوحيدة لسوريا كانت تحقيق أمن إسرائيل، وبالتالي طبعا سوريا ليست منجم يورانيوم والنفط والغاز، يعني محدود لا يمثل ثروة استراتيجية على العالم أن يهرول لنهبها. وبالتالي كان هذا الموضوع فقط هو ما يشغل العالم. وحتى أوباما الذي كان له موقفا شديد السلبية من المسألة السورية لم يتحرك إلا عندما استخدم سلاح الكيماوي في الغوطة عام 2013، لأنه اعتبر ذلك تهديدا لأمن إسرائيل. وقد يكون أيضا تدخل ترامب هذه المرة هو لأنه هذا السلاح بالذات ترفضه إسرائيل، وبالتالي هذا خط أخضر أحمر عند الإسرائيلي. ثانيا، أن الموضوع السوري تبدل حاليا. سوريا لم تكن مهمة، لكنها أصبحت مهمة بالنسبة لهذا العالم لسببين. السبب الأول أن النكبة السورية أصبحت في حضن أوروبا من خلال أزمة اللاجئين، وأزمة اللاجئين ليست فقط أزمة اجتماعية، هي بدأت تهز كيانات النظام، الأنظمة السياسية الأوروبية، صعود اليمين المتطرف، التيارات الشعبوية. بدأنا نتحدث هل تصل مارين لوبان في فرنسا إلى رئاسة الجمهورية أم لا. ثانيا أيضا موجة الإرهاب التي أصبحت تضرب المدن الأوروبية، وعندما يريدون الرد فيردون في الرقة ويردون في الموصل. فبالتالي المسألة السورية أصبحت مسألة دولية. ثالثا، أمريكا الجديدة أيضا طبعا يعني واضح جدا أن رئيس بوتين استخدم المنبر السوري ليطل عليه على العالم. قبل دخوله بسبتمبر 2015 وتدخله عسكريا كان بوتين شخصا منبوذا، توقفوا عن دعوته إلى كل المؤتمرات الزعامة الكبرى وخصوصا G8، وبسبب أوكرانيا إلى آخر. وكانت روسيا تتعرض إلى كل هذه العقوبات وهذا الحصار، إلى أن أصبح بوتين هو النجم العالمي، وأصبحت الصحف العالمية لا تتحدث إلا عن هذا الرجل، وأصبح السلم العالمي يمر عبر هذا الرجل بسبب أنه أعطي هذه الوكالة. انتبه جدا، كانت وكالة غربية، كانت وكالة أمريكية، بمعنى أن بوتين تحرك في سوريا بناء على
لست أقول رغبة أمريكية بناء على عدم رغبة أمريكية بتورط أي عنصر غربي. هذه المرة تبدل الموضوع، موسكو أصبحت تعرف أن هذه الوكالة انتهت، لم تعد روسيا لوحدها، وهذا موضوع عملي جدا. القوات الأمريكية موجودة في تحالفها مع الأكراد أو في عدم تحالفها مع الأكراد أو حتى في تفتيشها عن بديل آخر. زائد وهذا شيء مهم جدا، يعني أعتقد أن أجهزة المخابرات الأمريكية عندما كانت تفسر للمعارضين العرب لماذا الولايات المتحدة اتخذت موقفا يعني اقتربت من الخيار الكردي في الرقة وليس الخيار العربي، هم كانوا يقولون أننا لم نجد فصيلا عربيا يقبل أن يقاتل داعش دون أن يقاتل النظام. اليوم بإمكان ترامب أن يقول أنا أيضا عندي أجندة في هذا الإطار، وقد يصبح الاقتراب من المعارضة السورية اقترابا مشروعا لإيجاد تسوية. نتحدث عن تسوية وليس قلب لنظام الأسد. وما رأيك في نظرية القائلين الذين يقولون أن ترامب صاحب الأجندة الداخلية يريد التسويق والشهرة لنفسه لربما تغطية ما خسره في داخل أمريكا اليوم؟ أنا دائما يعني أنا طبعا الولايات المتحدة دولة كبرى ولا يمكن لشخص أن يقودها، وبالتالي قيادة هذه الدولة هي للدولة العميقة في الولايات المتحدة. هناك مؤسسات وهناك مجلس أمن قومي، مستشارية أمن قومي، هناك طبعا أجهزة المخابرات التي يعني أعتقد 6-7 أجهزة زائد البنتاغون والجيش وكل ذلك، وهو أصبحوا موجودين على الأرض، يعني لم يعودوا أيام أوباما، كانوا موجودين في المكاتب بإمكانهم أن يجتمعوا أكثر. اليوم هناك وجود ميداني، هذا الوجود الميداني من الضباط الصغار يفرض على الضباط الكبار سياسي معين. أنا أعتقد أن ترامب هو الذي يتأقلم مع الدولة العميقة، وهو الذي يتراجع، وهو الذي يقترب من خيارات الولايات المتحدة الجديدة. ترامب أثناء الحملة الانتخابية كان أن يريد أن يكون متعاونيا وودودا مع فلاديمير بوتين، حتى أن رئيس أكبر دولة في العالم يقول أنا معجب ببوتين إلى هذه الدرجة. اليوم اختلفت الموضوع لأن الدولة العميقة في أمريكا لا تقبل ذلك وتريد التعاون والتعامل مع واشنطن بناء على قواعد جديدة، قواعد القوة، العودة إلى القوة الأمريكية. جميل. ينضم إلينا الآن من دمشق الأستاذ أحمد الدرزي الكاتب والمحلل السياسي. بعد الترحيب بك أستاذ أحمد، نعود دائما للهجوم الذي قامت به الولايات المتحدة ضد هذه القاعدة الجوية في سوريا. أبلغت فرنسا كما ذكر الرئيس الفرنسي، أبلغت بريطانيا، أبلغت روسيا. هل روسيا أبلغت نظام الأسد بهذه الضربات؟ أستاذ أحمد الدرزي، أظن أننا فقدناه. أعود إليك أستاذ زهير سالم. ربما نعود دائما إلى قضية إيجابية هذه الضربات، ماذا ننتظر بعد هذه الضربة؟ يعني ليس علينا أن ننتظر الكثير الحقيقة كسوريين، علينا أن نستفيد من المعطيات وننطلق في طريقنا، أن تكون لنا إرادتنا قراراتنا. هناك حتى الآن رغم التعاطف العالمي ضعف في توظيف ما جرى جريمة كبرى، يعني يندى لها الجبين على الصعيد الإعلامي على الصعيد السياسي. يجب أن يكون لدى المعارضة السورية برنامج لتوظيف. حين نقول تعاطف عالمي فيه تباين، فيه من وقف ضد الضربات وذكروا قضية التحقيقات لم تجرى تحقيقات. نقول هذا، وأنا أؤيد ما تقول. الذي يؤلمنا أكثر أن يكون هناك تباين في الموقف العربي، وأشرت إلى هذا. يعني بعض الشعوب العربية وبعض الإعلاميين العرب، يعني يجب أن يكون لدينا أدوات لاختراق المشهد العربي. الإنسان هو الإنسان في أي مكان، وأنا لا أستطيع أن أتجاوز على إنسانية الإنسان وأن نتهم أي إنسان بإنسانيته، ولكن يجب أن نمتلك الوسائل لإيصال الرسالة المناسبة بالطريقة المناسبة إلى قلوب
الشريحة الأولى إخواننا العرب، أشقائنا العرب الذين ما زالوا مخدوعين بشعارات المقاومة والممانعة. لكن هناك هذه الضربة، هناك من يسميها ضربة دبلوماسية وربما تأتي بنتائجها، لكن النتائج التي شهدناها مباشرة بعد هذه الضربات كانت جد سلبية. أنا أركز الآن على الجريمة أكثر مما أركز على الضربة. يعني نحن نشرح، لم نكن نريد، وهذا الذي اتهمنا به الإيرانيون. أنا أول تعليق سمعته من إيران إنه هذا السوريون يقتلون أطفالهم ليشوهوا بشار الأسد، هكذا خرج التحليل من إيران. أنا أقول هذه جريمة ارتكبت بحق شعبنا، هي بمثابة الهولوكوست. علينا أن نكون حاضرين لفتح العيون، لفتح القلوب، للوصول إلى العقول، لتنبيه الأمة على خطرين: خطر بشار الأسد الجاثم في دمشق، وخطر المشروع الإيراني بأبعاده، خطر التدخل الروسي. يعني كما قال الأخ، بوتين الآن عندما أصبح على منبر سوريا الآن هو يعني يمارس وصاية رد على الضربة الأمريكية. ماذا فعل؟ يحرك الآن أسلحة جديدة وكأنه يريد أن يحمي، مع أن الضربة الأمريكية أكثر منه شيء آخر. نعم، الضربة الأمريكية كانت رغم أنفه. فنحن كمعارضة سورية، كثورة سورية، الآن أصبحنا في فضاء جديد، في فضاء متغير. علينا أن نستفيد من هذا الفضاء في مراجعة الكثير من خطواتنا، من حساباتنا، مراجعة أستانا، مراجعة جنيف، مراجعة خياراتنا على الأرض، مراجعة خطابنا، مراجعة التوحد، توحد المعارضة، مراجعة خطابنا الإعلامي. نعم التوحد، نحن عندما نتحدث عن معارضة عفوية انطلقت بطريقة عفوية وتقف في وجهها قوى كبرى في هذا العالم، قد تكون عملية التوحد، لكن التنسيق، العمل المنسق الآن. فنحن أمام أولويات كبيرة يمكن أن نبني أو أن نستفيد فيها من أجواء الضربة الأمريكية وما بعد الضربة الأمريكية. بكل تأكيد أنا سمعت أخبار من دمشق بعد الضربة الأمريكية، بدأ بعض كبار الضباط وكبار المحسوبين على بشار الأسد يفكرون جديا بالبحث عن مخرج، وهذا في كل مرة يحصل. إذن هناك تغير في المشهد، لا أريد أن أضخمه ولا أريد أن أبدو وكأنني يعني أمني الناس بأن الأمريكان قد جاءوا لإنقاذنا. الأمريكيون لن هنا وهم يتحركون لمصالحهم، ولكن نحن علينا أن نلتقط اللحظة، نكتشف ما فيها من معطيات ومن إيجابيات، ونحاول أن نقلب الطاولة على أعدائنا، على الروسي وعلى الإيراني. كثيرون يقولون لي يعني لماذا بشار الأسد يضرب بالغاز وهو المنتصر وهو القوي؟ بشار الأسد لو كان منتصرا وكان قويا، هل كان بحاجة إلى حزب مثل حزب الله يستعين به في سوريا؟ لو كان منتصرا وقويا، هل هو بحاجة إلى الإيرانيين يأتي بهم إلى سوريا ليستعين به؟ لو كان منتصرا وقويا، هل كان بحاجة إلى التدخل الروسي الذي يعيش الآن تحت حمايته؟ المعادلة أن بشار الأسد في غاية الضعف، ولكن علينا نحن أن نعيد ترتيب أوراقنا على ضوء المعطيات والمتغيرات الدولية التي يجب أن نقرأها بكل أبعادها الإيجابية والسلبية على السواء. جميل. أستاذ مضر حماد الأسعد، ربما يقول قائل أن أكثر من 5 ملايين سوري مهجرين وبعيدين عن بلدانهم، أغلبيتهم ربما يقول قائل ليسوا مع المعارضة وليسوا مع نظام الأسد وخصوصا ليسوا مع داعش أصلا. يعني كيف السبيل لإعادة قراءة المشهد السوري اليوم وإقناعهم أن فيه سوريا مستقبلا؟ أرقام الذين تهجروا ونزحوا من سوريا حوالي 12 مليون فقط، في تركيا ولبنان والأردن والعراق يوجد حوالي 5 مليون لاجئ، عدا في أوروبا وكذلك في مصر والسودان وغيرها من دول العالم. لا شك بأن هذه الأمور قد أفرغت سوريا نهائيا. أغلب الذين تهجروا من سوريا هم كانوا ضد النظام قلبا وقالبا، وليسوا مع داعش وليسوا مع الجيش الديمقراطي أو غيره، بل هم كانوا مع الثورة، ولهذا تم تهجيرهم بعد أن تمكن النظام السوري من قطعهم بشكل يومي، وهذا اليوم جعلهم يدخلون منازلهم وقراهم ومزارعهم والمدن. وهذا الأمر حقيقة في عمل ديمقراطي في المنطقة،
أو خاصة المدن الحكومية مع لبنان وكذلك. والله الصوت لا يصلنا بشكل جيد. المهم نشكرك جزيل الشكر أستاذ مضر حمد الأسعد رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، كلمتنا من إسطنبول. ينضم إلينا من دمشق الآن أحمد الدرزي الكاتب والمحلل السياسي. كنت قد سألتك من قبل هل أبلغ الروس نظام الأسد بهذه الضربات الأمريكية؟ الصوت رديء جدا، يحاول الزملاء أن يعيدون أو يربطوا الاتصال بك أستاذ محمد الدرزي. محمد القواص، ما هي الخلاصة الآن؟ الرئيس التركي يقول إن لم تكن فيه ضربات أخرى لتنحية الأسد فلا مجال للحديث عن سوريا مستقبلا. ننتظر ماذا سيحصل يوم الثلاثاء من اجتماع بين وزير الخارجية والقيادة الروسي، وزير الخارجية الأمريكي والقيادة الروسي. طبعا الرئيس التركي أيضا له موقف، وهو بشكل أو بآخر يعبر عن امتعاض من هذه العلاقة التي كنا نعتبرها علاقة انقلابية بين أنقرة وموسكو، وبعد ذلك اكتشف أن الخلاف كبير بين الدولتين، وأن هناك إعادة ود نوعا ما بين تركيا والولايات المتحدة. كان وزير الخارجية الأمريكي قد زار أنقرة قبل ذلك، أول زيارة للمدير الجديد لوكالة المخابرات الأمريكية كانت إلى أنقرة لمحاولة فهم وجهة نظر تركيا في موضوع منبج وموضوع الرقة. أعتقد أن هذه الضربة من المبكر جدا أن نقول ماذا سيحصل غدا، لكننا بإمكاننا أن نقول ماذا سيحصل خلال الأيام المقبلة، أن كل العواصم العالم المعنية بالشأن السوري والمعنية بشؤون الشرق الأوسط تنظر إلى هذه الضربة بصفتها تبدلا كبيرا في العقلية الحاكمة في الولايات المتحدة. وبالتالي أعتقد أن إسرائيل، تركيا، إيران، روسيا طبعا، الاتحاد الأوروبي الذي كان قد غامر بتصديق أوباما بأنه سيقوم بضربة عام 2013 وكان خاب أمله عندما تراجع أوباما، هم حاليا حذرين، هم يؤيدون الولايات المتحدة، لكنهم في نفس الوقت هم حذرين من إمكانية أن تكون الولايات المتحدة غير جاهزة إلى هذا. أنا أراقب يوميا الجدل الحاصل داخل الولايات المتحدة، وأراقب حتى وسائل الإعلام التي بمعظمها ضد دونالد ترامب. هم يقولون نحن ندعم هذه الضربة لكننا نريد استراتيجية، وبالتالي هم لا يقولون أنه عيب عليك بهذا المعنى، لا لا، هذه الضربة غير كافية، يجب أن يكون هناك استراتيجية باتفاق معين على مستوى دولي بإمكانه إنهاء هذه الكارثة في سوريا. لكن دونالد ترامب يقول يعني ليس من أولوياتنا تنحية الأسد، وغير التكتيك أو الاستراتيجية في غضون 24 ساعة. هل يمكن ما زالت الأولوية بالنسبة لواشنطن حاليا؟ هو طبعا يجب الانتباه على الموضوع. أولا عندما أعلن يعني إعلان لافت وإعلامي نوعا ما أن الأولوية في الولايات المتحدة ليست لإسقاط الأسد، وكأن الولايات المتحدة كانت أولوية إسقاط الأسد، والمعارضة السورية تعرف جدا أنه لو كانت هذه الأولوية كان سقط الأسد، ولو كانت الولايات المتحدة أساسا تريد إسقاط الأسد كانت سكرته بمخابرة هاتفية، لكن هذا لم يكن يحصل 8 سنوات من إدارة أوباما، وكنا نعرف تماما أنه غير معني في الموضوع، وكان يمنع أساسا وصول الأسلحة إلى هذه المعارضة. فبالتالي يعني إدارة ترامب قدمت حجة، وكلنا اهتممنا بهذا الرد الفعل واعتبرناه تحولا، وهو ليس تحولا، هو استمرار لسياسة معينة. فبالتالي أيضا هو كان تمهيد لتسليف الروس موقفا مجانيا، لأن هذا الموقف كان موجود أمريكيا. ثانيا أن الولايات المتحدة حاليا ليست أولويتها، ما زالت الأولوية، يعني أعتقد أنه في آخر اتصال جرى بين نائب الرئيس الأمريكي وبين رئيس الوزراء العراقي حيدر عبادي، الذي قال له ما زالت لم تتبدل سياستنا في المنطقة، وما زالت أولويتنا هي محاربة داعش، هذه أولوية. لكن هذه المرة وبناء على ما سمعه أيضا الإدارة الرئيس الأمريكي من زواره العرب، وبناء على ما وصله من تقارير من دبلوماسيه،
الأمريكية في العالم، بدأت الإدارة الأمريكية تجد رابطا ما بين تضخم الورم الإرهابي في المنطقة وسلوكيات إيران في المنطقة. بدأوا يعتبرون أن سلوكيات النظام السوري بإمكانها أن تكون على 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 علاقة بتضخم كل هذا الإرهاب الذي اسمه داعش أو شيء آخر. جميل. أعود صياغة السؤال أستاذ أحمد الدرزي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. نظام الأسد وحتى الروس يقولون أن نظام الأسد لم يستعمل الغازات في خان شيخون، لكن الأمس فقط ومن نفس القاعدة انطلقت طائرات وضربت بنابالم الذي هو كذلك يعتبر من الغازات السامة. أليس هذا ضرب للمواثيق والقوانين الدولية وتحدي صارخ للأمم المتحدة؟ للأسف الشديد هو أنا أمام الغربي بشكل واضح وبشكل كبير ومتكامل مع بعض البعض قد اتخذ قوامي بالإجابة من القدرة الانتقالية التوقف لفائل المسلمة. كما أعرف أن الأسلحة الكبيرة ممكن باستخدام أي مرسل الحلقان أنه في مرحلة الجزء الإيراني جزيل الشكر. شكرا أستاذ أحمد الدرزي. أخيرا أعود إليك أستاذ زهير سالم، ماذا تبقون؟ طبعا نحن الذي نريد أن تنتهي الحرب في سوريا ومن أيسر السبل وأقصر السبل، نتوقع الآن أن المشهد بشار الأسد يدفع المشهد السوري إلى المزيد من الحرب إلى المزيد من الدماء، ولكن في نفس الوقت شعرنا بأن من إيجابيات الموقف الأمريكي الذي كنا نتحدث عنه الكثيرون من الذين حاولوا أن ينسلوا خلال الستة أشهر الماضية من وراء الشعب السوري ودعم ثورته، مجرد أن شعروا أو قرأوا الموقف الأمريكي التقطوا أنفاسهم وعادوا ليتحدثوا بلغة أخرى بطريقة أخرى. أقصد الدول الأوروبية بشكل عام والدول الإقليمية والعربية منها بشكل أخص. يعني على المستوى الموقف التركي لاحظنا تغيرا في تحولا في موقف القيادة التركية على أهمية الموقف التركي بعد الضربة الأمريكية، الدول العربية أكثرها. ونحن سمعنا الملك حسين الملك عبد الله أخذت العصا من الوسط، لكن لم نسمع لبعض الدول مثل الجزائر ركزة. يعني اسمح لي أقول بأن الملك الأردني كان الملك عبد الله كان في واشنطن، السعودية كانت على اتصال مع واشنطن، جرى اتصال هاتفي بين الملك سلمان وبين ترامب. يعني كثيرون أنا أريد أن أقول التقطوا أنفاسهم بعد التغير أو بعد الضربة الأمريكية. حتى الدول الأوروبية هنا القادة الأوروبيون كثير منهم التقطوا أنفسهم. نحن نريد أن ننهي، لسنا غوات حرب ولا هوات حرب، ولسنا دعاة لأن تتكاثر علينا الأمم في دارنا. سوريا بلدنا، الشعب شعبنا، أهل أهلنا. نريد أن تنتهي هذه المأساة التي فرضت على الشعب السوري من قبل الآخرين، حرب فرضت على الشعب السوري من قبل الآخرين. إذا كان الظالم يستعين على الظلم بكل هذا العالم، لا ضير على الشعب السوري ليدفع الظلم عن نفسه أن يتطلع إلى إنسانية الإنسان في كل مكان، ونقول كفى للقتل وكفى لسفك الدماء وكفى للتدمير. كل الذي نتطلع إليه وكل الذي نريده أن نصبح يوما بعد يوم لنرى سوريا آمنة ولجميع أبنائها. وهذا هو أمل. الأستاذ محمد قواص، لم يحن للمعارضة التقاط أنفاسها كما يقول أستاذ زهير سالم؟ طبعا المعارضة لديها مسؤولية في هذا الإطار، لكن أيضا المعارضة لا تملك الإمكانيات الكبرى. يعني يجب أيضا الانتباه أن الموضوع السوري لم يعد موضوعا سوريا داخليا، ولا يمكن أن نحمل المعارضة مسؤوليات أكبر من ذلك.
هناك طبعا يعني أجندة إقليمية أولا ودولية ثانيا، وواضح أنها يعني في ازدياد وفي تصعيد، وأنه السوريين رغم أن الزهير الأستاذ زهير كان متحفظا على 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 مشاركة الفصائل في أستانا وفي جنيف، أنا كنت دائما أعتبر أنه على هذه المعارضة أن تكون على كل المنابر الدولية. أولا المنابر الدولية تعترف، يعني المنابر الدولية هذا يعني أن المجتمع الدولي يعترف أن هذه معارضة وليست فصائل إرهابية، وأن ما يحصل في سوريا هي مواجهة بين نظام وبين معارضين وليس حرب أهلية. ألا تعتبر هذه الضربة الأمريكية نفسا جديدا للمعارضة؟ طبعا هذا نفس جديد، وهذا طبعا إعادة قراءة أخرى، لأنه بعد يعني سقوط شرق حلب كان النظام وحلف الممانع كان يعتبر أنه الموضوع أصبح منتهيا، وقد فوجئوا بموضوع الأستانة لأنه كانوا يريدون الحسم العسكري، لأنه بعد الحسم في حلب فسيأتي الحسم في مناطق أخرى. وأعتقد أن روسيا كانت تريد من أستانة أن تكون منبرا وحيدا لإنهاء الوضع السوري بناء على النتائج العسكرية. عندما فشلت في هذا الموضوع موسكو، أعتقد أن استخدام الكيماوي له علاقة أيضا بأنه يريدون حسما معينا يفرضونه على الأرض لهذه الإدارة. أعتقد رد الفعل الإدارة أحبط المشروع في أستانا وأحبط المشروع العسكري أيضا. شكرا جزيلا أستاذ محمد خواص الكاتب المحلل السياسي، الشكر موصول كذلك لك أستاذ زهير سالم رئيس مركز الشرق العربي، وشكر كذلك موصول لأستاذ مضر حماد الأسعد رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين كلمنا من إسطنبول، وأشكركم أنتم كذلك مشاهدي الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم لاحقا وإلى اللقاء. شكرا.